اسمك ايه؟ يوسف محمد. كنت حاكي انت ولا سابق؟ كان زفت الوقت بتاعه قليل، المواد كلها وقتها قليل، يعني الجغرافيا جايبين 3 ساعات بس الامتحان، وغير كده وكده يعني حرام 3 ساعات ليه؟ كتير، يعني بيجيبوا مواد سهلة بيحطوا عليها وقت كتير، ومواد صعبة ما بيحطوش وقت كتير. خليتك مثلا في الامتحان كله صعب، بس في النحو كله صعب. بالنسبة مثلا لوقت الامتحان، الوقت الامتحان كان كافي؟ ما هو الامتحان زي التاني، نحل ازاي؟ مش هيتحل. مصطفى مجدي. ولا لا سهل ولا صعب، هو لا هو صعب شويه، صعب شويه يعني مش جاي، يعني مش جاي حلو. والوقت ما فيش اي وقت عدل، الوقت ساعتين مش مكفين خالص، يعني احنا قعدنا الساعتين دول ما عرفناش نحل بقى الحل اللي هو الحل، احنا نعمل ايه؟ كتير كتير الوقت قليل جدا والله العظيم، ما فيش حد ما اشتكاش من الوقت. اسمي احمد حسن علي. الامتحان كان صعب ولا سهل؟ لا الامتحان كان فيه شويه تريكات كده، وهو صعب، هو ما بين السطور بس. كان في حاجات مثلا معينه قابلتك في الامتحان صعبه؟ ايوه، هو يعني الامتحان مش اسئله مباشره، اسئله غير مباشره، والاسئله جايه من غير السطور. بالنسبه لوقت الامتحان، الوقت الامتحان قليل قليل قليل، كل الامتحانات ساعتين، قليل جدا. بس بالنسبه للامتحانات اللي جايه، يعني مثلا اكتر امتحان قبلك صعب؟ تفسير والصرف. امتحان كان سهل ولا صعب يا عبد الله؟ صعب قوي قوي. كان في تركات معينه مثلا بالنسبه في الامتحانات كانت صعبه؟ ما خدتش بالي. بالنسبه بقى مثلا لوقت الامتحان، يعني لوقت الامتحان كان كافي اصلا؟ هو كافي بس للنوم مش للامتحان يعني، بس حلو والله، امتحان حلو يعني. بالنسبه مثلا للمواد اللي جايه بقى، ايه اصعب ماده ممكن تقابلها؟ كله صعب، اهم حاجه احنا بنتحدى. يوسف الامتحان كان سهل ولا كان صعب؟ كان في حاجات معينه مثلا في الامتحان كانت صعبه؟ كل حاجه كانت صعبه، كل حاجه، حتى نختار والصح والغلط، حتى الطالب الجاهل معتمد عليه. يا ابني ما انا مش ماشي. بالنسبه مثلا لوقت الامتحان، هل وقت الامتحان كان كافي؟ كان كافي اه، بس الطالب المذاكر كان كافي للطالب اللي هو قاعد في البيت وبيذاكر. اسمك ايه؟ اسمي حسن. الامتحان كان صعب ولا سهل يا حسن؟ الامتحان كان في المتوسط، بس المشكله اللي احنا كنا مواجهينها هي مشكله الوقت، وقت قصير جدا ساعتين يعني، كان قليل جدا كتير قوي. والامتحان برضو كان فيه تريكات كتير جدا، كانت عايزه حل كتير وكتابه كتير وتفكير كتير، احنا ما لحقناش نعمل حاجه. احنا في اخر الوقت قالوا لنا نص ساعه، على نهايه الوقت احنا قعدنا ننهي بتفكير. حسيت عليك؟ عبدنا حرفيا احنا ما عملناش حاجه. فالامتحان صراحه زي الزفت صراحه، ما عجبنا ولا عجب اي حد. محمد هاني. الامتحان كان سهل ولا صعب يا محمد؟ الامتحان الصراحه كان صعب شويه، بس الحمد لله انا عدت على خير. في تريكات معينه مثلا قابلتك في الامتحان كانت صعبه؟ اه، هو نص الامتحان كان صعب اصلا. كان محتاج بدع وتفكير كتير، بس الحمد لله. بالنسبه بقى لوقت الامتحان، هل كان وقت الامتحان كافي؟ ما كانش مناسب حرفيا نهائي نهائي نهائي، ما كانش مناسب خالص. يعني اقل حاجه، اقل شيء منهم انا 3 ساعات، المفروض عشان بدع. الامتحان كان دسم ومليان على الاخر الحمد لله.